السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في كورس جديد بعنوان Parallel Processing. الكورس طبعا هو مخصص لطلبة سنة رابعة، وبالتحديد اللي خدوا مادة الـ CO للـ Computer Organization، لأن هي prerequisite لمادة الـ Parallel. أنا جاي لكم من المستقبل، أو جاي من ورا الكواليس كده، وبقول لكم إن الكورس هو عبارة عن 27 فيديو، بالفيديو اللي أنت بتشوفه حاليا دلوقتي اللي هو فيديو الانترودكشن. الكورس ده بشرح اجزاء مهمه جدا، ومعظم الاجزاء او كلها ان شاء الله بتيجي في الامتحان، وشارح كل الالجوريزمز اللي ممكن تقابلك في الماده. الكورس ده بدايه تصويره ونهايته، يعني هو ابتدى في شهر 12 2017 وانتهى في شهر 1 2018. ليه بقول كده؟ بقول كده لان الكورس ده اتصور قبل كورس السيميوليشن، والناس اللي شافت كورس السيميوليشن وبعتت فيدباك عليه، فانا بتكلم في النقطه دي بحيث ان انا بعتذر يعني عن كلمه تمام اللي كنت اللي بكررها كتير في الفيديوهات دي، وخصوصا فيديوهات البارلل. ولكن ان شاء الله يعني هو مفيش فيديوهات تانية، مفيش كورسات تانية متصوره حاليا، فكل الكورسات اللي هتصور بعد كده ان شاء الله الكلمه دي هتتلغي تماما من اي كورس ان شاء الله، يعني ان حال ربنا. طبعا مستني منكم اي فيدباك على الكورس ده، ولو حد محتاج حاجه انتوا عارفين هتبعتولي على الفيس، او ممكن ان شاء الله في نهاية الكورس انزل لينك وتبعتوا فيدباك عليه. واللي مش فاهم حاجة برضو يسألني عادي. طبعا انا الحمد لله خلصت المادة، وبعد ما خلصتها ابتديت تصوير ليها، فاللي محتاج حاجة ما يتأخرش يعني، وانا ان شاء الله هحاول ما اتأخرش عليه. وبس كده، اشوفكم في كورس جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.